يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم في رجل يزعم أن معه خاتما من العقيق يتحكم به بالجن، وأن للعقيق خواص تحدث أعاجيب وعجائب، وهو يرقي الناس ويزعم علاجهم بهذا، فما هو القول في هذا الرجل؟ هذا الرجل شيطان ساحر، فعليكم بالإبلاغ عنه بسرعة ولا تمهلون، عليكم بإبلاغ الجهات المختصة من الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للأخذ على يده وإجراء الحكم الشرعي عليه، لأنه ساحر. نعم.